يا ابو جاني الالكترونيه اهي يا بنت يا زيت الكل يسمع عنك، الكل جاه هنا. انا موجود في خان الخليلي وبالتحديد في شوارع واحياء منطقه الحسين. انا شايف قدامي تراث، تراث كله بيحكي تاريخ واصاله وعراقه، وبيحكي ماضي. هي هناخد حضراتكم جوله ونعرف ايه الموجود في الشارع وايه الحاجات اللي ممكن ما تلاقيهاش في مصر كلها غير في خان الخليلي. انا احمد علوم واخد حضراتكم جوله واحنا لسه في يوم جمعه الصبح كده داخل شارع خان الخليلي حي الحسين، ونعرف ايه تفاصيل الشارع وايه اللي موجود في الشارع. يلا بينا. خليني اقول لحضراتكم ان اللي انا شايفه ده معظمه كلها حاجات خزف وزخارف موجوده ومطروحه في الاسواق، وكلها معموله بايد مصريه، وكلها يعني صناعه مصريه من الدرجه الاولى. كلها معظمها حاجات انتيكات ونحاسيات وحاجات كلها الحقيقة يعني مختلفة في تصميمها ومختلفة في ألواناتها. هنقول لحضراتكم الحاجات دي كلها مصنوعة بإيد مصرية. اللي قدام حضراتكم ده معظمه كلها حاجات من الخزف ومن الانتيكات ومن العاج. احنا دلوقتي متواجدين داخل منطقة الحسين وبالتحديد في شارع خان الخليلي. ناس كتير تسمع عن خان الخليلي لكن مش تقدر ان هي تيجي بسهولة. احنا دلوقتي من خلال موقع بصراحة بناخد حضراتكم جولة بنوريكم ايه هي احياء الحسين وايه هو بالتحديد شارع خان الخليلي. خان الخليلي الحقيقة شارع من مئات السنين موجود في مصر وفي حي الحسين. كله شوارع موجود فيها انتيكات وموجود فيها تحف وموجود فيها خزف، وكلها حاجات الحقيقة مصنوعة بإيد مصرية. كلها الحقيقة مصنوعة بإيد مصرية ومنقوشة بتفاصيل معينة، ويعني كلها الحقيقة بتحكي عن ماضي وبتحكي عن حضارة من آلاف السنين. كل اللي قدام حضراتكم ده مصنوع من الخزف ومصنوع من احجار منحوته ومتصممه ومدهونه، وبتدي الشكل ورونق الجمالي اللي قدام حضراتكم ده. لسه هنكمل جولتنا داخل الشارع. احنا واحده واحده بناخد بعض المحلات وبنوضح لحضراتكم ايه اللي موجود داخل المحلات. اللي موجود معظمه كله حاجات تحف وانتيكات، مش بس للسياح لا، لمصريين كمان. واسعار الحقيقة مش كلها سياحية، احنا سألنا في طبعا حاجات مخصصة يعني
بتكون نادرة شوية وبتكون مكلفة في صناعتها، فبتكون بسعر مختلف، لكن بواقي البضائع والحاجات بتكون بأسعار بسيطة وفي متناول الجميع. يمكن اللي قدامنا دي كلها حاجات مصنوعة من الجلود، فرش وسجاد، وكلها مصوغات جلدية الحقيقة، وكل شغل الدباغة موجود بشكل مميز وبشكل مختلف. كل ده يعتبر من جلود البقر، وبيتم عملية ذبح الجلود وبتطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، ان هي تكون فرش او حاجة تتحط على الارض زي اللي قدام حضراتكم دي. يمكن اللي قدام حضراتكم ده شكل فعلا ملفت جدا، وهو الأمة والشال المصري والعربي. طبعا السياح الحقيقة ما بيشوف الحاجات دي احنا لابسينها بيحبوا ان هم يقتنوها ويلبسوها. كلها هنا بتنباع داخل شارع خان الخليلي. تعال نشوف يعني الراجل المصري القديم اللي بنشوفه في الموالد وبنشوفه في الحفلات، صورة فعلا مش موجودة غير في مصر. الطربوش والسدير والعباية اللي رفارف من الأسفل، كلها الحقيقة بتحكي ماضي مصري عريق. هنكمل مع حضراتكم جولتنا داخل المكان ده. طبعا يعني معظمه العود والناي والطبل، وكلها حاجات يعني كلها طبعا تراث، وبتحكي ماضي وبتحكي حاضر ايضا في آن واحد. يعني مش بس تحف وانتيكات للفراعنة، الحاجات دي كلها طبعا معصرة وموجودة في عصرنا الحالي، لكن بيتم اقتنائها وبيتم الاحتفاظ بيها كمقتنيات. هي اللي قدام حضراتكم دي كلها حاجات نحاسيات بتكون مصنوعة من النحاس، او على الاقل مطلية من النحاس الخام. وطبعا يعني بيكون اسعارها بتكون غالية شوية، لان النحاس طبعا غالي، والحاجات اللي قدام حضراتكم دي بتوزن وزن مش قليل. دي بتكون كلها صب مش مفرغة من الداخل، وبيكون ليها وزن وكلها ثقل، لكن هي طبعا كأنتيكة غالية وتحب ان انت تقتني بيها. اللي قدامنا دي ايضا اباليق وشغل تاني معمول من النحاس ايضا، ومطلي بالنحاس نفس اللي كنا بنكلم حضراتكم عليه من شوية، ومعظمها حاجات بتكون صب ومطلية بالنحاس الخام. خلينا اقول لحضراتكم ان الناس اللي هي بتبيع في المحلات دي، الناس دي ما اتعلمتش لغات في مدارس، الناس دي اتعلمت لغات في الشوارع، و الشارع هو اللي علمهم وبيتكلموا مش بس لغة. انا لسه كنت من شوية مع حد بيكلمني بيقول لي انا بتكلم 19 لغة. يعني مش انجليزي وفرنساوي ايطالي اسباني، في لغات كتير جدا يمكن ناس كتير ما سمعتش عنها. الشخص اللي واقف في المحل او بيبيع الشغل اللي قدام حضراتكم ده بيتكلم كل اللغات دي، وبيتكلمها بطلاقة اكتر من اللي اتعلمها في كليات وفي جامعات. طبعا ده اكل عيشهم وشغلهم، لكن طبعا الكلام معاهم بيكون
لذيذ جدا الحقيقه كونهم ان هم بيتكلموا في لغات مختلفه. دي ايضا حاجات معظمها من العاج ومصنوعه من رخام، وفي حاجات بتتصب وبتدينا الاشكال اللي قدام حضراتكم دي. نكمل مع حضراتكم جولة سريعة جدا داخل الشارع، وبنوضح اللي موجود من زخارف وانتيكات ومقتنيات. الحقيقة السياح من مختلف بلدان العالم بيجوا مصر علشان يشوفوا الجمال ويشوفوا العظمة اللي قدام حضراتكم دي. انا بحب اجعان ولا ايه؟ انا بحب اجعان عندك ولا ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين، السلام عليكم، كلها شكرا، كلها حاجات فعلا مصنوعه بالايد ومصنوعه بين الزغرفه والنحت و منقوشه فعلا بالايد ومكلفه. يمكن لما كنا بنتكلم مع حد من شويه بيقول ان الحاجات دي طبعا بتاخد وقت كبير في تصنيعها وفي نحتها، وفي استنباط طبعا بتسهل عليهم الكلام، لكن اغلبيه الحاجات بتكون منحوته بالايد. شكرا. هي معظم المحلات بتبيع يعني الحاجات كلها معظمها متشابهة، لكن طبعا أنواع وأشكال مختلفة كثير جدا هي اللي بتساعد على أن يظهر تشكيلات وأنواع وزخارف مختلفة بأنواع مختلفة. متابعينا متابعي موقع بصراحة الإخباري، الحقيقة الوقت ما يسمحش إن احنا يعني ناخد الشارع لآخره، لكن الشارع ملوء يعني طويل وكله مقتنيات وكله أنتيكات من نفس النوع وبأشكال مختلفة وبأنواع مختلفة، لكن الحقيقة كلها حاجات تبهر وكلها حاجات فعلا يعني بتشجع إن الناس والسياح تيجي ليها. وأنا من مكاني هنا من موقع بصراحة الإخباري بدعو حضراتكم اللي يجي القاهرة أو يجي حي الحسين لازم إن هو يمشي في شوارع وأحياء الحسين ويشوف العظمة ويشوف الجمال اللي موجود على أرض مصرية. متابعينا متابعي موقع بصراحة الإخباري، دمتم في رعاية الله وأمن كل عام وحضراتكم بألف خير. كان معكم أحمد قدومة، استنونا في لايف جديد ولسه مكملين مع حضراتكم جولتنا داخل أحياء الحسين.